احنا ساكنين مدينه العيون كنستنكروا هذيك الهجمات الارهابيه اللي وقعت في مدينه السماره اللي استهدفت مدنيين عزل اللي راح ضحيتها واحد الشاب وكنستكروا هاد الاعمال الارهابيه وحنا رانا ضدها. احنا ساكنه العيون رانا متضامنين مع الناس الناس اللي مات اليوم هذاك الدري الله يرحمه مسكين والصحراء المغربيه وعاش الملك. وهذا نداء للمحتجزين اخواننا في مخيمات تندوف يجوا يساهموا معنا في التنميه اللي كتعرفها مدينه العيون الاقاليم الجنوبيه كامله. رانا كنعرفوا واحد التنميه تبارك الله واحد التطور تبارك الله عمراني زين والبنيه التحتيه زين الحمد لله والخدمه موجوده كل شيء كاين الحمد لله والسلم والامان وشكرا.